المركب الصناعي والتجاري فرع حبوب الوسط بقورسو يعاد بعثه من جديد ويلحق رسميا بمجمع أجروديف للمنتجات الغذائية بموجب رخصة الاستغلال، بالإضافة إلى استلام العديد من المستثمرين لرخص ومقررات الاستثمار والتوسعة في مختلف المجالات. تلقينا هذه رخصة الاستغلال هذه، دوك رانا ارتحنا شوية، دوك نروحوا للأمام نزيدوا نفتحوا مصانع واحدة أخرى. الخطوة دارها الرئيس، يعني هو اللي راه سوى الوضعيه تاع كثير من المصانع يعني والمقاولات. ورانا نخدموا يعني خير وبركه، وعندنا 500 عامل. بعد عامين من الانتظار الان ان شاء الله هذا يمكننا نزيدوا عدد العمال ونوسعوا في المشاريع ان شاء الله مستقبلا. عندنا ميم ليكسبورتاسيون للخارج من هنايا، واليوم كي زدنا دينا لوتوريزاسيون نزيدو نسيو نكبروا شويه، نزيدو في لافابريكاسيون. السلطات وقفت معنا، اعطتنا التوسعه في ظرف قصير جدا، 3 أشهر بعدما كانت هذه رخصه البناء تتطلب 3 سنوات. حجم الاستثمار في تزايد مستمر بولايه بومرداس من شانه استحداث العديد من مناصب الشغل. مشروع هذا وفرنا العديد من مناصب الشغل في مختلف التخصصات، كساسوا لي زانجينيور ولا لي تيكنيسيان. جاري كانوا سوريين مصاليين فينا شغل لاباس. بلغنا 72 رخصة استغلال ممنوحة لفائدة مختلف المؤسسات الصناعية، ما مكننا من خلق ما يفوق 7200 منصب شغل، وهذا عدد لا يستهان به ويشجعنا أكثر لمواصلة تعبئة كل الطاقات على مستوى الولاية من أجل تمكين هؤلاء من مزاولة نشاطهم. رؤية جديدة توليها الدولة لقطاع الاستثمار كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، وهذا من خلال رفع العراقيل ومرافقة المستثمرين.